الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. الدوحة تستضيف اليوم اجتماعا مصريا قطريا امريكيا لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة، وواشنطن تنتظر رد حماس على مقترح بايدن. وآلاف المستوطنين من بينهم بن غفير يشاركون فيما تعرف بمسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح أفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين لما لهما من جذور تاريخية مشتركة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الكازاخي بيرلان كوشانوف، حيث يزور كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي. وأوضح عبد الرازق أهمية زيادة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر، مشيرا أيضا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الكازاخي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات الأخرى مثل استراتيجية مصر 2030، مؤكدا استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدا أن الدولة ما زالت تضع ذلك الملف على رأس الأولويات. كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 من مايو الماضي. هذا وأشاد ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المنفذة خلال السنوات الماضية في مصر، ولا سيما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود حفظ التنوع البيولوجية، إضافة إلى جهود الحكومة لخلق مناخ مشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر. في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل وما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد تم استعراض عدد من الإنجازات، من بينها إجمالي عدد المنشآت الشبابية والرياضية الذي وصل خلال الفترة من 2018 إلى 2024 إلى 11,558 منشأة، ارتفاعا من 6,000 منشأة فيما قبل عام 2018. وبلغت تكلفة التطوير والإنشاء خلال تلك الفترة ما يقرب من 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير المعسكرات الشبابية والرياضية الذي يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لأنشطة تربوية وتعليمية وتثقيفية ورياضية للنشء والشباب، بالإضافة إلى مشاريع اكتشاف المواهب الرياضية.
استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره البريطاني جيمس كليفرلي والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الداخلية حرص الدولة المصرية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والتدريبية مع أجهزة الأمن البريطانية، وذلك في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها. من جانبه أعرب الوزير البريطاني عن أهمية مصر ودورها المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التي تبذلها داخلية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية وانعكاسها الإيجابي على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والمقرر في 11 من يونيو الجاري في الأردن. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، فضلا عن تأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة. كما أبدى الوزيران تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. قال مصدر رفيع المستوى إن قيادات أمنية مصرية سوف تجتمع اليوم مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة. وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وفد من حركة الجهاد الفلسطيني إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة. حثت الخارجية الأمريكية مجلس الأمن الدولي على تأييد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم مقترح بايدن بشأن غزة. في هذه الأثناء أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان أن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة حماس عبر الوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي. وأوضح سوليفان أن مدير وكالة المخابرات المركزية CIA ويليام بيرنز سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة. وكانت قطر قد أعلنت أنها سلمت الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى حماس، والذي يعكس مقترحا من 3 مراحل قدمه بايدن. في السياق، هدد الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف إتمار بن غفير بعرقلة الائتلاف الحاكم لحين إفصاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل اتفاق محتمل بشأن الهدنة في قطاع غزة. وكان بن غفير قد أكد في وقت سابق أن نتنياهو يماطل في إطلاعه على مسودة مقترح صفقة التبادل المحتملة بشأن الهدنة وتبادل المحتجزين، وتوعد بن غفير بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة اعتبرها بغير المسؤولة والسيئة.
في الأثناء شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على ضرورة التوصل لاتفاق فوري لتحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. وطلب وينسلاند الأطراف المعنية بضرورة التجاوب مع ما وصفه بالاقتراح الجدي المطروح على الطاولة والذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصف المسؤول الأممي مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة بالقاسية، مشيرا إلى التأثير المدمر للأعمال القتالية في قطاع غزة، ومؤكدا الحاجة إلى إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. I'm also into this space myself. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير خارجية قبرص كونستانيوس كومبوس، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة. وخلال اللقاء تركزت المباحثات على التطورات الأخيرة المتعلقة بتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للمواقف القبرصية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلا عن الإسهامات الملموسة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر. كما شدد الجانبان على أن المساعدات التي تدخل عن طريق البحر لا يمكن أن تكون بأي حال بديلا عن المعابر البرية التي تمثل المنفذ الطبيعي لتقديم الدعم والمساعدة إلى المدنيين المنكوبين في القطاع، مشددين على ضرورة قيام قوات الاحتلال بالسماح بإدخال مساعدات وفق آلية مستدامة للتخفيف من استفحال الأزمة الإنسانية. هذا وناقش أبو الغيط مع الوزير القبرصي الجهود العربية الأوروبية المشتركة لتفعيل حل الدولتين وبدء مسار لا رجعة عنه يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. بدورها أعلنت مصر ترحيبها بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. واعتبرت وزارة الخارجية أن قرار حكومة وبرلمان سلوفينيا خطوة مهمة ومقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وكان البرلمان السلوفيني قد أقر في وقت سابق مرسوما يعترف فيه بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه. وقالت رئيسة برلمان سلوفينيا إن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام بالشرق الأوسط، يأتي ذلك بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتخذتها إسبانيا وأيرلندا والنرويج. حالة التعاطف الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني تشهد تزايدا ملحوظا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فبعد الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان مرسوما بهذا الصدد بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت. التأييد لحقوق الفلسطينيين ليس على المستوى السياسي فقط، ولكن أيضا على المستوى الشعبي، حيث أظهر استطلاع للرأي أن قرابة 60% من السلوفينيين أعربوا عن تأييدهم للاعتراف بدولة فلسطين، في حين يعارضه 20% فقط، وهو ما يؤكد مدى الغضب العالمي من العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وباعتراف سلوفينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 146 دولة من أصل 193 بلداً عضواً في الأمم المتحدة. هذا وتبذل الدبلوماسية العربية جهودا كبيرة من أجل استغلال التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل لإحلال السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه. يأتي هذا فيما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي رفض واشنطن السماح بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو. في مسعى لانتهاك القوانين الدولية وهدم الثوابت ومبادئ العدل والديمقراطية التي طالما تشدقت بها الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وذلك بسبب حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ومن شأن مشروع قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو 5 ديمقراطيين أن يمنع مسؤول المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم. الرفض الأمريكي لقرارات المحكمة الدولية التي أقرت واشنطن أحكامها مسبقاً يعكس ازدواجية المعايير التي تعمل بها الإدارة الأمريكية، وهو ما أقره رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي أكد أن بلاده تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد أن واشنطن لا تؤيد العقوبات، ويعد هذا القانون بمثابة رسالة، حيث من المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ويقع على عاتق الدول 124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها، فيما لا تتمتع إسرائيل والولايات المتحدة بعضوية المحكمة الجنائية الدولية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، موضحا أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في القطاع، وأكد الاستعداد لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفقا لاتفاق 2005 بشرط انسحاب قوات الاحتلال منه. واستقبل مصطفى برام الله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفين كومبانز، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين خاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال، وأكد ضرورة تكثيف الجهود من الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات منها. أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36,586 شهيداً و83,074 مصابا. وأكدت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 36 شهيدا و115 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 43 بعد 200 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء القطاع. وواصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على وسط قطاع غزة والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، وشنت أحزمة نارية على مخيم لوبريج سمع صداها في مناطق جنوب القطاع، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مخيم النصيرات، وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم، كما استهدفت قوات الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي الأثناء ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة إلى 66 شهيدا خلال 24 ساعة الأخيرة. 243 يوما عاشتها غزة تحت القصف الهمجي والنيران التي لم تتوقف ولو ليوم واحد،
برا وبحرا وجوا، وما زالت صامدة أمام حرب التطهير العرقي الممنهج التي تقترفها قوات الاحتلال دون رادع دولي ولا إنساني. شبح الموت يطارد الفلسطينيين من كل اتجاه وفي كل وقت، ففي أقل من 24 ساعة ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين واللاجئين في مختلف أنحاء القطاع، وهي تطارد المدنيين العزل واللاجئين من مكان لآخر مستهدفة إبادتهم. وواصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على وسط قطاع غزة والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، وشنت أحزمة نارية على مخيم البريج، وسمع صداها في مناطق جنوب القطاع، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مخيم النصيرات. ونفذت طائرات الاحتلال غارات على مختلف أنحاء القطاع، مما أسفر عن عدد غير محدود من الشهداء والمصابين. وفي مخيم المغازي للاجئين قامت قوات الاحتلال بقصف عنيف للمخيم أدى إلى استشهاد 8 من عائلة واحدة، كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني جسامين العديد من الشهداء وعشرات الجرحى من تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. وحلق بشكل مكثف الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء المحافظة الوسطى، بينما أطلقت طائرات النار في محيط الشارع 20 شرقي مخيم النصيرات مع قصف مدفعي شرق مخيمي المغازي والبريج. واستهدف طيران الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح الفلسطينية. آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف ولو للحظة واحدة لالتقاط الأنفاس، ولم تفرق قذائف الاحتلال يوما بين طفل أو سيدة أو شيخ، ليشهد القطاع حركة دؤوبة أحدثها النزوح المتكرر جراء القصف العشوائي الذي يعمد إلى ارتكاب مجازر جديدة بحق أصحاب الأرض. أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا أن الوضع بشمال قطاع غزة لا يزال يائسا، وأن البنية التحتية للمباني في حالة خراب. وأشارت الأونروا إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية خنقت جهود الاستجابة الإنسانية، لافتة إلى توقف محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل لعدم توفر الوقود في غزة. وأكدت الوكالة الأممية أن أهالي قطاع غزة ليس لديهم ما يكفي من الماء، منبهة إلى أن البقاء على قيد الحياة بات يمثل تحديا كبيرا، داعية السلطات الإسرائيلية إلى توفير الوصول إلى الماء فورا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده في صحراء النقب المحتل بانفجار ذخيرة. وأوضح جيش الاحتلال أن 9 جنود أصيبوا، بينهم 2 حالتهم خطيرة جراء انفجار ذخيرة بقاعدة تسأليم للعسكرية التابعة للاحتلال في صحراء النقب الليلة الماضية، منوها إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد. اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دهمت مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعدة آليات وجرافات عسكرية. واقتحمت قوات الاحتلال حي الهدف قرب مخيم جنين وهدمت جرافاتها العسكرية نصبا تذكاريا لأحد الشهداء، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار مقبرة الشهداء غربي مخيم جنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف يستهدف القوات المتوغلة في المنطقة الغربية من المخيم. بالتزامن دهمت قوات الاحتلال عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات تخللتها عمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمنازل تزامنا مع اندلاع مواجهات. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأوضحت مصادر أن المستوطنين الإسرائيليين دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، فيما حولت شرطة الاحتلال القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3000 عنصر في البلدة القديمة ومحيطها
بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين خاصة عند بوابات الأقصى. بالتزامن يشارك الآلاف من المستوطنين من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير فيما يعرف بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي تنطلق من القدس الغربية وتمر بباب العمود وتنتهي بحائط البراق. طالبت جامعة الدول العربية بضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي القطاع. ودعت الجامعة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 57 لحرب 1967، دعت إلى البدء فورا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفتح أفق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 67. وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، كما رحبت بالمواقف الإيجابية لبعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. كما دعا البرلمان العربي لوقف الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكد البرلمان أن عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية في غزة يعود بالعلم إلى عصور الظلام ويأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب القانون الدولي، لافتا إلى أن ذكرى حرب 67 تأتي هذا العام بالتزامن مع عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والتصعيد الخطير وغير المسبوق من الاحتلال والمستعمرين على مدينة القدس واقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع تصاعد وتيرة الاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية المحتلة. استقبل مطار العريش الدولي طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة. الطائرة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لصالح قطاع غزة ومحملة بكميات من المواد الغذائية والإغاثية والإيوائية التي تم تفريغها ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تكثف مصر جهودها لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، إذ دفعت مصر اليوم ب 350 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى القطاع. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.
أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. وربما التطور الأهم اليوم هو الجهود المصرية المكثفة لزيادة شاحنات المساعدات، حيث دفعت مصر وجهزت اليوم 350 شاحنة يعني تمكن من العبور والدخول إلى منفذ كرم أبو سالم، 228 شاحنة، وربما البقية تأتي في خلال هذا اليوم للدخول إلى منفذ كرم أبو سالم، وهذا يأتي تجسيدا للوساطة المصرية التي يعني أكدت عليها مصر في الدفع بمزيد من الشاحنات خلال الفترة القادمة، بناء على ما تم وجاء في اجتماع القاهرة الثلاثي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الصورة اليوم للشاحنات التي دخلت وربما تعود الآن يعني بعد أن أفرغت حمولتها، بعض هذه الشاحنات التي أفرغت الحمولة وعادت بالفعل إلى ساحة معبر رفح البري مرة أخرى، فيتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من هذه المساعدات. هذه الشاحنات بخلاف الشاحنات المتواجدة والمتراصة في مدينة العريش والتي تأتي تباعا إلى ساحة معبر رفح للدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين، وهم بحاجة كبيرة وماسة إلى هذه المساعدات، خاصة المساعدات الطبية، لأن الوضع الصحي هناك يعني داخل قطاع غزة يعاني من تدهور كبير بسبب نقص الإمدادات الطبية ونقص الوقود الذي أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل، وهذا ما صرح به الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك نقص في الأدوية الخاصة بأمراض القلب والسكر، خاصة للأمراض المزمنة أيضا، فبالتالي لابد من ضخ كميات من الإمدادات الطبية المختلفة. وأيضا يعني الوضع الميداني، لازال القصف مستمر في مدينة رفح الفلسطينية ونسمع دوي هذه الانفجارات، وربما منظمة اليونيسيف حذرت من أن يعني علاج أكثر من 3000 طفل بسبب سوء التغذية الحاد مهدد بالانقطاع بسبب عدم وصول المكملات الغذائية إلى مدينة رفح وإلى قطاع غزة. فبالتالي مصر لازالت تكثف الجهود لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة بإرسال العديد والمزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. عقد حزب حماة الوطن ندوة توعوية بمحافظة المنوفية تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية دور تاريخي ودعم بلا حدود. تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب في عدد من المحافظات للتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها. استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية، نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية ندوة عن دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء. الفترة اللي فاتت ديت ابتدى يبقى فيه كثير من اللغط بيحصل على المستوى الإقليمي، وبنشوف إن في ناس بتحاول تشكك في دور مصر، ولكن الحقيقة غير كده. طبعا احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل ازاي مع هذا الملف، وده يمكن طبعا كمان المواطن المصري بالذات بيعتبر ان القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مر العصور، وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه. عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية، مصر تقف مع قضيتها، فمصر رأت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية. المغزى من إقامة الندوة اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية ده كان توجيه مركزي إن احنا نبدأ نعمل دورة تثقيفية للناس حول إبراز الدور الفعلي وكيف كان لمصر دور كبير جدا في القضية الفلسطينية، وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري. الهدف من الندوة النهاردة هي التوعية على الموقف المصري، والحقيقة بنتهزها فرصة وأقول أن مصر أم الدنيا، القضية الفلسطينية كانت هي الراعي الأول لها ودفعنا في سبيل ذلك الكثير. الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ، بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ 7 أكتوبر،
كما أكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية من أجل إيقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. حزب الله اللبناني يستهدف إحدى منصات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في مستوطنة راموت نفتالي بصاروخ موجه. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50,000 جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان. في هذه الأثناء قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة عند الحدود الشمالية مع لبنان، وأكد استعداد قواته للتحرك بشكل قوي في الجبهة الشمالية. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد أكد في وقت سابق أن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لهذا القرار، وذلك بعد تزايد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله. أعلن حزب الله اللبناني استهداف إحدى منصات منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في مستوطنة راموت نفتالي بصاروخ موجه. وأوضح حزب الله أن الهجوم أصاب منصة القبة الحديدية في مستوطنة راموت نفتالي إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها. هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد نفذ الحزب قصفا لعدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات اللبنانية في جنوب البلاد. في الأثناء اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي باستخدام دخائر الفوسفور الأبيض المحرم دوليا في 17 بلدة بجنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي. وأوضحت المنظمة الدولية أن قوات الاحتلال استخدمت 5 مرات على الأقل دخائر الفوسفور الأبيض المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكانية مأهولة، منوهة إلى أن استخدام مثل هذه الدخائر على نطاق واسع في جنوب لبنان يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير. وطالبت المنظمة الدولية بضرورة سن قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة. أعلن الجيش اللبناني أنه تعامل مع حادث إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في بيروت. وأوضح الجيش اللبناني أنه أصاب المهاجم وتمكن من اعتقاله ونقله إلى إحدى المستشفيات للعلاج، مشيرا إلى أنه يجرى تحقيق في الواقعة. من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن إطلاق النار وقع في محيط مدخل السفارة، مشيرة إلى عدم تضرر المبنى أو إصابة أي من طاقم العاملين. إلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس إنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين من قبل روسيا على حد قوله، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك. رحبت كييف بإعلان واشنطن حضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس القمة المقبلة حول أوكرانيا المقررة في سويسرا منتصف يونيو. وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يورماك أن تأكيد مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في قمة السلام والمقرر عقدها يومي 15 و16 من يونيو الحالي يعد خبرا مهما. وتأمل أوكرانيا في الحصول على دعم دولي واسع النطاق خلال القمة عبر وضع الشروط التي تعتبر أنها ضرورية لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه إذا تغيب بايدن عن القمة سيكون ذلك بمثابة مكافأة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
انتقد الكرملين تعليقات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلون التي أشارت فيها إلى أن واشنطن لن تتسامح مع زيادة الصين لصادراتها من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وأنها سترد بعقوبات واصفا ذلك بأنه ابتزاز. أضاف الكرملين أن أسلوب واشنطن غير مقبول على الإطلاق، وأن موسكو تقف إلى جانب بكين. وتقول الولايات المتحدة أن الصين تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر إمداد موسكو بالسلع ذات الاستخدام المزدوج مدنيا وعسكريا. أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررا له، وذلك في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت وزارتا الكهرباء والبترول عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، يشار إلى أنه اعتبارا من الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات العلاجية لنحو 1850 حاجة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تم تحويل 91 حالة للمستشفيات السعودية، خرج معظمها باستثناء 11 حالة ما زالت تتلقى العلاج. بهدف متابعة سير العمل والخدمات العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين، قام رئيس البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية مفاجئة لعيادة البعثة بمكة المكرمة للاطمئنان على مدى توفر الرعاية الطبية للحجاج المصريين ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، كما حرص رئيس البعثة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالاطمئنان على الخدمات العلاجية المقدمة بعيادات البعثة بالمدينة المنورة. كافة التخصصات الطبية موجودة في المواعيد بتاعتها، الحجاج بيتم التعامل معهم من أكتر من عيادة في أكتر من تخصص، حتى تم عمل إجراء أكتر من حالة دوبلر، موجات فوق صوتية على القلب، موجات فوق صوتية على البطن، ودي كانت حالات يعني سبورادك موزعة على أكثر من عيادة. تم عمل فيديو كونفرنس بالأمس، وتم التحدث مع فريقنا الطبي اللي موجود في المدينة لاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج هناك، عن سير عملية الكشوفات وصرف الأدوية. الحمد لله زي ما قلت لحضرتك الحالة مطمئنة، ما فيش أي شيء يدعو للقلق على أي حد من الحجاج المصريين الموجودين في المدينة أو في مكة. كما تواصل البعثة من خلال فرقها الوقائية استقبال الحجاج المصريين لتقديم النصائح التوعوية لهم فور وصولهم لمقر إقامتهم وعمل ورش عمل لفريق الطوارئ بالمستشفيات، إضافة لاستقبال الحالات المرضية بالعيادات لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ذات التخصصات الدقيقة كالقلب والعظام. تردد على العيادة في اليوم عدد من الناس اللي بيعانوا من مرضى القلب، طبعا بيبقى فيه مشاكل، فطبعا ده بيساعدنا وجود رسم قلب ووجود موجات صوتية، كل ده بيخلي التشخيص بصورة واضحة وبصورة أفضل، ومع توفر كمان الأدوية. المريض بتاعي بيجي يشتكي لي أنا القدم بيبقى بحس فيها بسخونية شديدة، الكاحل، جميع المفاصل بتبقى شكوى متكررة. بنتكلم مع الناس نحاول ان احنا نتحرك على مهلنا شوية، نستخدم كمادات مية ساعة او كمادات تلج على مناطق الإصابة، على اي ألم في العضلات، على منطقة السمانة، على منطقة الفخذ، وعلى منطقة القدم مع العلاجات طبعا. وصرفت العلاج وقال لي هتاخد العلاج ازاي، الحاجات دي اتأثرت في نفس الواحد ان حس فعلا ان بلدي بتخاف عليه. بعاني من مرض اسمه هوكم القلب،
فالحمد لله الجماعه هنا عملوا الفحوصات اللازمه ومتابعين الحاله كويسه جدا. الحمد لله الضغط مظبوط وقايل لي ان انا بطل حوادق واملح وكده شويه واداني برشام والحمد لله يعني هيبقى كويس ومصر ام الدنيا بجد. حاله استنفار قصوى بعيادات البعثه الطبيه المصريه هنا بمكه المكرمه لتوفير خدمه تشخيصيه وعلاجيه تلبي طموحات الحجاج المصريين. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلنت وزاره الثقافه اطلاق مشروع انا رقمي بالتعاون بين عدد من قطاعات الوزاره، وذلك انطلاقا من رؤيه مصر 2030 بضرورة اهتمام الدولة بالأطفال والشباب وتبني المبتكرين والمواهب الناشئة في البرمجة والذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم الرقمية والعلمية. وشددت الوزراء على أن المشروع يهدف إلى تبني العقول المبدعة من النشء وتنمية مهاراتهم الرقمية ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في المجالات التكنولوجية والابتكارية. ويقام المشروع بتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وصندوق التنمية الثقافية ومركز بحوث وتوثيق أدب الطفل وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وعدد من الرعاة. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أهم أنباء المال والأعمال والجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعاون مع التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار. وخلال كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية التي تعقد بالعاصمة سول، شددت المشاط على أن العلاقات بين القاهرة وسول تعد مثالا يحتذى به في قوة الروابط الثنائية، حيث قامت الأخيرة بدور بارز في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر. كما لفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في بناء بنية تحتية حديثة. أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول على أهمية دور أفريقيا في إمدادات المعادن، وعبر عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجانبين. وفي ختام فعاليات القمة الكورية الجنوبية الأفريقية للأعمال، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في إقامة شراكة رئيسية في مجال التعدين مع الدول الأفريقية، منوها إلى دور دول القارة في مواجهة مخاطر سلسلة التوريد الناجمة على الأزمات الجيوسياسية. في مواجهة الأزمة العالمية أصبح التضامن والتعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأصبح دور أفريقيا أكثر أهمية نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بأحوال سلاسل التوريد العالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية. أتمنى إقامة شراكة رئيسية في مجال التعدين مع الدول الأفريقية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في الموارد من خلال شراكات رئيسية في مجال أمن المعادن مع الدول التي تتقاسم نفس القيم. كشفت الحكومة عن بدء صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين غدا لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. أضافت الحكومة أن إجمالي قيمة دعم المصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفورية.
تمكنت مصر من التقدم 6 مراكز في مؤشرات الشفافية المالية و16 درجة في مشاركة الجمهور و10 درجات في المساءلة والرقابة على الموازنة، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار. أوضحت وزارة المالية أن مصر بتلك القفزات في مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة 8 عالميا بعد فرنسا أو أستراليا واستراليا في مشاركة الجمهور، مشيرة إلى استشهاد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية لنموذج الموازنة التشاركية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية، توقعات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل، وصعدت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولار و67 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 57% ليصل إلى 73 دولار و67 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى $2.30 للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.75% لتسجل نحو $2.68 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مسح أن القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية أثرت على نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات خلال شهر مايو الماضي، مع تسجيل نمو الإنتاج أبطأ وتيرة له. وبلغ مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبل لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق موسمي 55.3 نقطة في مايو، كما تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.8 في مايو الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. وبأخبارنا الاقتصادية تنتهي نشرتنا، ويتبقى التذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. الدوحة تستضيف اليوم اجتماعاً مصرياً قطرياً أمريكياً لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة، وواشنطن تنتظر رد حماس على مقترح بايدن. آلاف المستوطنين من بينهم بن غفير يشاركون فيما تعرف بمسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكراً طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.